أهلا بحضراتكم. اليوم نتوقف مع أحد أسماء الجيل الأول من المقرئين الذين قرأوا في الإذاعة المصرية منتصف الثلاثينات، وهو فضيلة القارئ الشيخ منصور الشامي الضمنهوري. رغم طول الفترة ولكن يعني محظوظين بأنه لا يزال حتى الآن هناك عدد من التلاوات والقراءات منتشرة سواء في الإذاعة أو في وسائل أخرى كالتواصل الاجتماعي للقارئ منصور الشامي الضمنهوري رحمة الله عليه في مصر دولة التلاوة. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كان الشيخ منصور الشامي الضمنهوري يلقب بالمستقيم، كان خاشعا، وهبه الله سبحانه وتعالى بموهبة ميزته عن غيره من القراء، حيث كانت لديه طريقته الخاصة بختام التلاوة لآيات الله سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ منصور الشامي الضمنهوري الذي كانت قراءته مستقيمة. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك فضيلة الدكتور. فضيلة الشيخ منصور الشامي الضمنهوري كان واحد من أعلام التلاوة في النص الأول من القرن العشرين، إيه اللي كان بيميزه عن باقي القراء اللي كانوا موجودين في الفترة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. محمد منصور من مدينة دمنهور، واشتهر منصور الشامي الدمنهوري بهذا الاسم، نزل إلى مدينة دمنهور بعدما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأتقنه، وتميز صوته وهو صغير، هو ولد 1906 ولم يمكث معنا كثيرا حيث رحل عن عالمنا وهو عنده 53 سنة، يبقى مات سنة 59. فهو مات مع الرعيل الأول زي رفعت لما شفناه ميت سنة 50 مثلا، بس طبعا رفعت كان مواليد 1880، لكن هنا شاب، مات شابا صغيرا. في بعض الناس ما يعرفوهوش من أجل المسافة القليلة اللي حضرها، وإن كانت ثرية وحياته كانت ثرية وما زال أثره باق إلى يوم الناس هذا. 1906 وانتقل 1959 هو في مدينة دمنهور، وبدأ الناس يتعلقون به ويجيبوه فيه المآتم والليالي وكذا إلى آخره والمناسبات المختلفة. ضاقت عليه مدينة دمنهور بما رحبت، يعني مش مكفياه، مش محققه له الأمل بتاعه، إنه هو ينزل مصر. راح الأول ياخد دورة كده تدريبية أو تعليمية أو يتقن التلاوة والقراءة إلى طنطا. طنطا طول عمرها كانت هي مقر ومركز صنايعية التلاوة، واخد بالك، صنايعية التلاوة كانوا يحررون العين. العين دي بننطقها احنا كده هو، لكن هم لا، ده يعني هو حتى في الآخر وبيقول صدق الله العاه
العين طالعة من جوه من الحلق زي ما تكون ايه من ورا لوحدها كده من 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 كنز يعني العظيم مش يعني ما بيقولش صدق الله العظيم كده يبقى غلط العظيم. وتبقى وقعت في الصنايعية دول اللي هم يزعلوا الحكاية دي صدق الله مش وليهم في ذلك أحوال. فهو اتعلم بقى إيه بالدقة دي ما فيش في في كذا إلى آخره اتعلم في طنطا وبعدين نزل إلى القاهرة. القاهرة بقى فيها الأساطير الشيخ رفعت والشيخ الشاعي والشيخ علي محمود وإلى آخره بقى آخر ما ذكر. وجات الإذاعة فتحت 1934 34 يعني عنده 28 سنة قدم واعتمد سنة 36 يعني يدوب سنتين من افتتاح سنتين من الإذاعة وابتدى ياخد يوم الحد قالوا له تيجي كل يوم حد علشان كان أغلب القراءات بتبقى على الهوى مش عن طريق تسجيل معاد إنما على الهوى. فوفق في هذا وأصبح من مع رفعت وأصبح مع علي محمود وأصبح مع عبد الفتاح الشعشاعي ولذلك ترى إن رفعت مدحه جدا وفرح به جدا واعتبره إضافة ذكية لدولة التلاوة. الشيخ بعد هذا النجاح والانتشار لأنه بالشكل ده إحنا انتشرنا بدأ يقدم في وزارة الأوقاف علشان يمسك مسجد فمسك المسجد وفضل يتدرج في المساجد لغاية ما حط يمسك مسجد سيدي المرسي أبو العباس اسكندرية. في اسكندرية الحرب العالمية الثانية اللي هتلر كان سبب البلاوي بتاعتها كانت في 1 سبتمبر 1939 وخلصت في 2 سبتمبر 1945 فيقولوا عليها استمرت 6 سنوات ويوم بعد بقى فرساي ما اجتمعوا في قصر فرساي وعملوا المعاهدات بتاعتهم واللي استولى على حاجة استولى عليها واللي قسموها وحسبونا الله ونعم الوكيل. فهو فين بقى خلاص هو في اسكندرية لما هاجت الحرب واشتدت كان فيه واحد قائد عظيم خالص من بتوع الألمان دول وذكي كان اسمه رومل طبعا. ورومل ده جاي فضل وصل لغاية ليبيا وصل لغاية العالمين اللي احنا بنعمرها دلوقتي دي العالمين دي اللي جاي من عنده من هنا برضو قائد انجليزي مكار اسمه مونتجومري مظبوط فكانت تقوم لان المصريين متضايقين من الانجليز وقرفانين منهم من الاحتلال عايزينهم يمشوا كانوا بيغنوا لهم في الشوارع يا عزيز يا عزيز فغنوا في الشوارع ايه بقى في المظاهرات تقدم يا رومل تاخر يا مونتجومري وهو مش واخدين بالهم انه ده انكت من ده وان الاثنين ايه بس كانوا يعني عايزين يخلصوا من الهم اللي على صدرنا يعني رومل انتصر مره والثانيه والثالثه ومونتجومري قاعد ينهزم فلما جه رومل عند العالمين أهل اسكندرية قالوا الله ده بكرة يبقى عندنا هنا الشيخ منصور قال أنا بيتي هنا لو حب حد يقتلني هنا في مسجد سيدي
المرسي أبو العباس. بخافش أن الحرب على بعد 100 كيلو منه يعني. ولا الهوى ولا الهوى. قال أنا قاعد هنا تمشوا وتيجوا وتروح وتقعدوا أنا مش تدخل. لكن أنا قاعد هنا هو في المسجد بتاعي. في المسجد. فكان ساعات كما يروي عن هذه الأيام في بعض الأحيان كان يصلي لوحده. مفيش حد في البلد. في مسجد سيدنا مرسي أبو العباس في اسكندرية بهذا الاتساع وبهذه الوضعية كان يصلي لوحده. وكان هو الذي يقوم بتنظيف المسجد. يعني ما هو ده بيت ربنا بقى. طبعا. وده البيت اللي أنا مستقر فيه. فكان يعمل الحكاية دي وده بيديني برضو هو الراجل اللي أنا بسمعه ده مين يعني الراجل ده بيرى أن بيوت الله في الأرض المساجد وأن المسجد ده لابد أن يكون نظيف وأن هو يعتني به هذه العناية ومفيش حاجة بقى اسمه هو عالم مقرئ مشهور ملناش تدخل بالكلام ده لكن الكلام الصحيح هو المحافظة على نظافة المساجد ودي رسالة إلى كل العاملين في المساجد أن يتخذوا مثل هذا النموذج طبعا لله طبعا. ظل عنوانا للكفاح عدم الخوف البقاء في الخدمة فكان لذلك البقاء كان ليه أثر في شعبيته جامدة جدا. طيب أنا أساسا فضلتك نشوف بعد كده إرثه وتراثه من التلاوات القرآن الكريم راحت فين وتقريبا قد إيه وهل قدر يسجل القرآن الكريم كامل ولا لا بس بعد الفاصل بعد إذن حضرتك إن شاء الله. أشكر حضرتك وأشكركم أرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. القارئ المتألق والمتمرد لماذا متمرد؟ لأنه لاحظ أن كل القراء تبدأ بقرار البيات هو صوت عميق فهو من نوعية الباص وهذه نوعية تعتبر أعمق قرار في قراء مصر فبدأ من درجة ما تسمى واحد تحت الصفر ودائما لا يبدأ بالبيات يبدأ عجم أحيانا قرار سيكا أحيانا من أعمق طبقة في الصوت ثم سرعان ما ينتقل إلى جواب المقام الذي بدأ به المعتاد أن القارئ يبدأ بقرار بيت هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أصعد للرابعة الرست والضحى والليل إذا سجى ثم أصعد إلى الثامنة ثامنة الدرجة التي بدأ بها التي تسمى جواب البيات بسم الله الرحمن الرحيم حينما يصل الصوت إلى درجة استعداده للانطلاق أما الشيخ منصور الشامي الدمنهوري كان يعمل أسلوب مختلف تماما يبدأ من تحت قرار البيات بدرجتين قرار سيكا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يصعد قليلا فقليلا بحيث الأذن لا تتأذى وكأنه يسرق الأذن يأخذنا إلى منطقة جواب السيكة وللآخرة خير لك من الأولى دائما يرتكز على القرار يستخدم صوته في هذه المنطقة يجيد التعامل مع منطقة القرار بحرفية عالية جداً
وسط شوارع مدينة دمنهور الساحرة بمحافظة البحيرة، ولد واحد من أعلام دولة التلاوة، هو فضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. كان أباً حنوناً ورحيماً بأولاده، وكان زوجاً محباً لزوجته، وكان عطوفاً كريماً على إخوته. كان بيته مضيفة للغريب قبل القريب. في آية في القرآن بتقول الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أثناء لحظات الوفاة الشيخ منصور الشامي فعلا مد يده إلى في اتجاه غير اللي كان بيبصره، وكما لو كان بيسلم على أحد الأشخاص وقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبدأ في الاحتضار يعني. وعلى بعد خطوات من منزل الشيخ الجليل يقع مسجد التوبة التاريخي الشاهد على فتوحات القائد عمرو بن العاص لمصر، وكان شاهداً كذلك على تلاوات فريدة من الشيخ الجليل منصور الشامي الدمنهوري، وعلى أرضها ووري جسده الطاهر الثرى وسط أهلها الطيبين الصالحين. مرحب بحضراتكم مرة أخرى، وبجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك صاحب الفضل. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. فضلت الشيخ منصور الشامي الدمنهوري رفض عرض مغري جدا غيره من القراء قبله أنه يسجل القرآن للإذاعة البريطانية، وكان حاطين له 5 جنيه في الساعة، وده كان مبلغ كبير جدا سنة 34 ولا 35. هو ما كانتش في الساعة، كانت في الدقيقة. في الدقيقة بخمسة جنيه؟ أي نعم، الخمسة جنيه ما كانتش في الساعة، الخمسة جنيه كانت لكل دقيقة. هو كان فيه عروض مغرية أن تكون الدقيقة بجنيه، واخد بال سيادتك إزاي؟ فمعنى كده أنه في 60 جنيه لكل ساعة. ده بقى جه وقال له حاجة زي إيه؟ زي ما تترفضش. قال له الدقيقة بخمسة جنيه، يبقى إذن ب300 جنيه الساعة، مش ب5 جنيه الساعة، لا ده هي ب5 جنيه الدقيقة. فاللي رفضوا الشيخ منصور كان أعظم بكثير جدا من أنه تبقى 5 جنيه في الدقيقة، ده هو رافض 300 جنيه في الساعة الواحدة. يعني كان يمكن المبلغ ده 300 جنيه في الساعة ده يجيب بيت حلو في ثلاث بيوت في الساعة، ثلاث بيوت في الساعة. طب وليه رفض؟ إيه اللي حصل؟ رفض لأمور. أمر الأول طريقة العرض، في ساعات الواحد لما يجوا يتفاوض ويتفق وكذا تبقى في طريقة غبية كده، بيكلمك من علو وهو يعني متكبر، يعني بيقول لك انا صاحب من عليك، ده انا هدي لك 5 جنيهات، ده انا هدي لك 300 جنيه في الساعه، انت بتتكلم ازاي؟ وكانه سلعه يعني، اقعد اشترى يعني. اول ما يقول له اقعد عدل وانت بتتكلم ازاي، على طول عزه القران تظهر. طبعا هو القران اللي معايا، اللي هو مش معاك، البعيد هو في مقابله مقابل ولو أمال الأرض كلها. ده أمور غير قابلة للنقاش، غير قابلة للمداولة كده، لا أبدا. الحقيقة احنا محظوظين ان يعني رغم كل السنين دي من أربعينات القرن الماضي وحتى النهاردة داخلين في 80 سنة، ممكن أكتر من 80 سنة، ولكن لسه بنسمع بعض تلاوات فضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري لغاية دلوقتي. وفي بعض الناس يعني أهالينا وإحنا وجيلنا بنسمع تلاوة القرآن الكريم في الإذاعة، فده شيء الحقيقة عظيم والله الحمد لله. الشيخ منصور الشامي الدمنهوري ذهب إلى الحج، وهناك استمع له الناس، وكان سنة 49 ولسه الملك عبد العزيز موجود. فكان الملك عبد العزيز يعني يحب صوته ويحب الاستماع إليه حتى في الإذاعة المصرية، وما فيش حد بيذيع قرآن في الوقت ده، حتى نفس
المملكة كان لسه الراديو ما دخلش، دخل بعد كده بقى في أيام فيصل. لكن اللي كان يحب قوي الملك جلالة الملك عبد العزيز وابنه جلالة الملك سعود. كان الملك سعود هو برضه متعلق بالشيخ الدمنهوري، الشيخ منصور الدمنهوري. طبعا الملك عبد العزيز له ابن اسمه منصور بس ده قديم، كان وزيرا للدفاع، بس ده يعني ده مولود قبل قبل الشيخ ما يتولد. لكن سعود بقى له منصور برضه، سمى منصور له امير، الامير منصور، لان في روايات تقول لك انهم سمعوا فمن تعلقه به سمى ابنه منصور او حاجه زي كده. لا هي منصور موجود في العائله المالكه السعوديه من قديم، وليس من الشيخ الدمنهوري، من حبهم في تلاوه الشيخ منصور. فذهب في الحج وقرا ايضا في البيت الحرام رحمه الله عليه رحمه واسعه. شكرا جزيلا فضلت الدكتور. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف لها فضل لا ينكر، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل العشر آيات الأول منها. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وكفى بهذا فضلا لها. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما